صباح الخير. أي النهارده انا رايحه حته مفاجاه، ما كنتش دعوه بشكلي عشان انا تعبانه شويه. المهم قلت اوريكم ايه انا لابسه ايه، يعني وانا نازله الصبح. طبعا اللبس لابسه بس ما عدا الشراب ده، لسه هلبس بقى الشراب محترم وهلبس جزمه محترم. المهم يلا بينا. المبنى الازرق ده سوق السمك، تمام. ايه بقى اللي قدام سوق السمك؟ البالة. معنى كده ان انا في البالة. جي رحت تاني. بس اما قبل ما ابدا الفيديو اعملوا لي اشتراك ولايك ما تنسوش، ويلا بينا. تمام، انا كده عديت الناحية التانية خلاص من الشارع، وبعد كده دخلت بقى في الشارع اللي هو اكتر شارع كبير في البالة، الشوارع الموازية ليه شوارع رفيعة هتشوفوها برضو معايا. المهم حاولت بقدر المستطاع ان اصور حلو، بس ما صورتش كتير علشان ما بينش الناس اللي ماشيه بوشوشها، عشان الخصوصيه ما ينفعش، عيب. المهم انا صورت بقدر المستطاع كويس، عشان في ناس اشتركت كتير جدا من الفيديو اللي فات ان انا صورتش حلو، مكنوش شايفين المنطقه كويس او الهدوم كويس، فانا كنت خايفه في المره الاولى عشان عمري في حياتي ما رحت المكان ده، بس المره دي قلت هصور حلو ان شاء الله. السهم الاحمر ده المكان اللي انا كنت ناويه اروحه. اول ما دخلت المحل زي ما انتم شايفين كده قعدت اقلب كده، وعجبني البلوفر ده قوي، عجبني الوانه في وشي على اورنج كده، حسيت ان هو حلو. قعدت طبعا اشوف هو فيه قطعه ولا لا، كويس ولا لا، لقيته الحمد لله كويس. وبعد كده بقى لما روحت البيت غسلته وقسته زي ما انتم شفتوا كده، طلع بقى ايه شويه طينه كده بس عادي. المهم طبعا حاجه محطوطه في الشارع. عموما يعني اغلبيه اللبس ممكن تتغسل وتتطهر كمان حتى لو بيتكت. المهم قعدت اشوف بقى اشكال الهدوم ايه وكده، قلت بقى تتفرجوا معايا وتتسلوا، احنا كبنات بنحب او نشوف الحاجات دي، نحب كده نقعد نقلب في لبس حتى لو احنا معناش فلوس. يعني ممكن انا ممكن اخش محل ما كنتش معايا فلوس، بس اشوف بس ايه هو ايه اللي في المحل ده، في حاجه حلوه ولا لا، عشان لما يبقى معايا فلوس اقول ايه انا شفت قبل كده حاجات حلوه في المحل ده. يعني عارفه انتوا يقولوا ايه، خد فكره واشتري بكره، هو بالظبط احنا بنعمل كده. المهم بعد كده بقى نقلت على ستاند تاني عند نفس الراجل اللي انا شاورت عليه في السهم ده، اول محل في الشارع من الناحيه التانية. المهم الراجل ده عنده حاجات حلوه واسعاره كانت حلوه جدا، القطعه كانت ب 40 جنيه، فقطعه كده حلوه قوي، في ب 60 وفي 75 على حسب الاحجام والتيكت ومش التيكت كده. يعني البروفايل ده حلو بس حسيت انه يعني مش هيطلع مظبوط عليا، فقلت اشوف اللي وراه. المهم قعدت اقلب كده، بصوا في حاجات حلوه وفي حاجات ما فيهاش اي غلطات، حتى لو انت مثلا عاجبك قطعه وفيها غلطه وانت ممكن تصلحيها. يعني انا بتفرج على فيديوهات، انا غبي اتفرج على الفيديوهات دي جدا، بلاقي البنات بيشتروا الحاجات وممكن يظبطوها عادي، ولو فيها مثلا حاجه بسيطه او مثلا مش مقاسهم بيظبطوها عادي وبتبقى قطعه مميزه عندهم. وهي عموما يعني الرحله دي عباره عن يعني انت رايحه كده حته انت ما تعرفيش هي فيها ايه، فبتبقى حلوه يعني تجربه حلوه، انا بحب جدا التجارب دي، فممكن تجربيها. وانا بحاول ان انا اعرف الاماكن دي، ولما بعرفها بصورها وباجي اقولها هنا ايه ممكن انت تروحي او كده. يعني انا دي تاني مره اروحها بالظبط، بس يعني عرفت اكتر اروح اماكن اكتر من اول مره. اول مره دي انا كنتش عارفه اي حاجه في اي حاجه، يعني قعدت اسال بقى تاني لحد لما عرفت المكان ده انا سالت عليه كتير جدا، فتهت كتير، او مش عايزه اقول لكم انا تهت قد ايه اصلا، وكنت بروح اماكن غلط، كنت بروح حاجه اسمها التجاري. التجاري ده اصلا مش هو سوق الباله، التجاري ده حاجه تانية. كده نشوف الحاجات دي. دايما بروح للون الابيض دايما. الممر ده منظم جدا بس مصورتوش كله. بعد كده بقى بعد ما خلصت مشوار الباله حتى تحسوا ان الدنيا ضلمت سنه، رحت بقى سوق السمك عشان ناكل، عشان طبعا كنت جعانه. المهم سوق السمك جميل جدا، شايفين ده سوق السمك الجديد اللي في بورسعيد، لسه معمول حلو قوي ومنظم، وبتاخدي السمك في نفس الوقت وبتاكليه، يعني بتستني مثلا نص ساعه وبتاكليه. بعد ما اكلت السمك رحت لمحمود الفرده، بيبيع شوكولاته وشيبسيات، بيبيع حاجات كتيره جدا. دي بقى نوتيلا حجمها صغير جدا، دي بقى بعد ما تفلسي من المشوار بتاع الباله والسمك تروحي تجيبي دي، هي يا دوبك على قد فلوسك. في شيبسي بقى وحاجات كتير.
دي كانت اخر رحلة معايا وكده انا خلصت الفيديو. اعملي لي اشتراك ولايك واستنوا الفيديوهات الجاية ويلا باي باي.